شنو نقول لكم يا ليتني لم احضر حقيقه. كنحضروا زملاء كنستافدوا وباش يكون تراهق حتى تجارب، ولكن للاسف راه ما سمعنا حتى شي حاجه. سمعنا اللغو، سمعنا تمطيط الكلام، ما سمعنا لا كلام قانوني لا فقهي لا قضائي. الواقع ولكن للاسف ماشي حتى الواقع كما هو، شفنا تحريف الواقع. واش سبنا سب وقذف في الضحايا؟ صور واحد الزوج احدى الضحايا كيقول كيرافق يقول ماشي راجل حيت طلب التعويض ماشي راجل. واش هذا كلام يقولوا زميل؟ حيت طلب التعويض ماشي راجل. وكيقول لكم انتم كنتوا كتسبوا، حنا ما سبينا حتى واحد، ولكن تسمع واحد تقدم التعويض ماشي راجل، هذا ماشي اخلاق، ماشي اخلاق الدفاع. تقول على واحد السيد زوج واحد السيده مشى دار طلب التعويض، راه مواطن علاش ماشي راجل؟ واحد الجيله قلنا هذا ماشي كلام. ولكن نقول لكم هذا الشيء غير شويه. والخطير هو التحريض على القتل. سمعنا من الاستاذ المسناوي تحريضا على القتل، شنو قال بالحرف؟ قال لك هذاك السيد اللي ماشي راجل مشى طلب التعويض، انا كنت بحاله، انا تيتكلم على نفسه، لو كنت مثلا ولا قتلت. وتا الرئيس دخل قال له يا استاذ ما مقبولش من الكلام من المحامي. المحامي يشجع على الحياه، على التسامح، الامل، الاخلاق، ماشي على القتل. هنا كان تشجيع على القتل، واللي كيشجع على القتل واش غتستافد منه؟ يعني مرافعه نعدم فيها الحس الاخلاقي، نعدم فيها الحس القانوني، نعدم فيها الحس. شفنا كاع اصلا الخلاف الواقع بو 20 ماشي هو لانه ارتكب واحد المخالفه تسير في واحد البلاصه. واش هذا كلام غتقنع به المحكمه ولا تقنع به الزملاء ديالك؟ السياره كنشوفوا المخالفه، المسؤول المدني اللي سميته في السياره ممكن تكون هنا والمخالفه ارتكبها ولدك وكذا. واش بهذا الشيء غنقنعوا المحكمه بمكذوب؟ يعني شفنا نقول لكم واحد القضيه، يعني انا تمنيت لو ما حضرتش شحال هذه ما حضرتش باش نسمع الكلام. يعني ما كاينش مرافعات كتابيه، ما كاين حتى مرافعات شفويه، كاين اللغو في اللغو. وانا اسف جدا لان سمعت هذا الشيء، هذا انا استفزني القول. وسمعنا على ان واحد شويه كيدافع على زميله النويضي، والنويضي عينو غوتيريس جميع حقوقيه كيعين فيها الامين العام المتحده والامين العام ولا رئيس. يعني شفنا واحد الخلط الكلام اللي غير موزون ولا يمت بصله المرافعه. وإنما المكان آخر لا أريد أن أقوله.